عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعني أننا سخرنا لسليمان الريح في حال كون الريح عاصفة، يعني ريحا شديدة الهبوب. تجري بأمره يعني تجري الريح بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها هي الشام أو الشامات، فتشمل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان. هذه هي الأرض التي يعبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الحكيم بالأرض التي باركنا. وكونها أرضا مباركة لأنها كانت محبط للأنبياء. هؤلاء بعثوا إلى هذه القطعة من الأرض. فسليمان كان يركب الريح، يعني يركب بساطا، لنفرض أنها زولية كبيرة، فالريح تحمل هذا البساط ويسير في جوانب الأرض، ثم يرجع إلى بلده بيت المقدس، لأن سليمان وداود أب والابن كان يحكمان وكان نبيين في بيت المقدس. وهذان النبيان وهما سليمان وداود وأيضا معهم أيوب وسيأتي ذكره، هؤلاء كانوا أنبياء أغنياء. قسم من الأنبياء بعثوا فقراء مثل رسول الإسلام. هذا الرسول العظيم بعث فقيرا، ومثل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي أيضا بعث فقيرا، ومثل موسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي أيضا بعث فقيرا، يعني هو فقير. وقسم من الأنبياء بعثوا أغنياء مثل داود، كان غنيا ثريا له أملاك، بالإضافة إلى أنه ملك. وكذلك ولده سليمان أيضا بعث غنيا وكان من الأغنياء. وكذلك أيوب في قصة طويلة ننقل بعضها في الليالي القادمة، أيضا بعث غنيا له قرى ومزارع وأملاك. ولهذا الشيء وهو فلسفة أن الله سبحانه وتعالى بعث بعض الأنبياء أغنياء وبعث بعض الأنبياء فقراء، وبعث بعض الأنبياء وهم صغار السن كيحيى، وآتيناه الحكم صبيا، وبعث بعض الأنبياء وهم كبار السن كرسول الإسلام وعمره حين ابتعث 40 سنة. لماذا وما هي فلسفة هذا الشيء؟ إن شاء الله نتكلم عن هذه الفلسفة في ليالي مقبلة، وإنما الليلة نتكلم حول ما طلبه بعض الأصدقاء منذ الليال، وأكدوا علينا أن نتكلم حول الغنى والفقر، وتبعا للغنى والفقر نتكلم حول الاقتصاد.
نخصص هذه الليلة بإلقاء بعض الضوء على شيء من الاقتصاد. أما الإنسان إذا أراد الاستيعاب فيجب أن يدرس في كلية الاقتصاد 4 أو 5 سنوات، وإنما نحن إلقاء للضوء قليل إلى بعض جوانب الاقتصاد نتكلم هذه الليلة حول هذا الموضوع. الاقتصاد السائد اليوم في العالم وقبل اليوم على 4 أقسام: اقتصاد يسمى بالاقتصاد الرأسمالي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الشيوعي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الاشتراكي، واقتصاد يسمى بالاقتصاد الإسلامي. 4 أقسام من الاقتصاد. الاقتصاد الرأسمالي ما هو وما أضراره، وكذلك الشيوعي، وكذلك الاشتراكي، وكذلك ما هو الاقتصاد الإسلامي. أما الاقتصاد الرأسمالي عبارة عن أن لكل إنسان أن يكتسب وأن يمتلك ما يتمكن من اكتسابه ومن امتلاكه في إطار القانون، هذا يسمى بالاقتصاد الرأسمالي. وعلى هذا الاقتصاد نقطتان ضعف، يعني هذا الاقتصاد عليه مأخذان. المأخذ الأول أن هذا الاقتصاد إفراطي. إفراطي يعني شنو؟ يعني أنه هذا الاقتصاد يمنح للإنسان أن يكتسب المال حلالا أو حراما، فللإنسان أن يكتسب بطريق الرشوة وبطريق الاستغلال وبطريق الربا وبطريق الاحتكار وبطريق الفساد. مثلا أنك إذا ذهبت إلى نيويورك فلك أن تكتسب بأي لون من ألوان الاكتساب، يعني لك أن ترابي ولك أن تحتكر ولك أن تقامر، يعني تفتح ناديا للقمار وتستربح من وراء هذا الشيء. ولهذا الرجل المكتسب أن يفتح مبغى أو ملهى أو مرقص أو يبيع المخدرات أو المسكرات أو أن يسرف أو أن يبذر. الاقتصاد الرأسمالي يقول كل إنسان وشأنه، ما اكتسب فهو له، لكن يجب أن يكون في إطار القانون بطبيعة الحال، القانون الموضوع في البلاد الرأسمالية. هذا هو المأخذ الأول ونقطة الضعف الأولى على الاقتصاد الرأسمالي بمعنى الكلمة. نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أن الاقتصاد الرأسمالي ليس فيه إعطاء الحقوق، لا نقصد الحقوق الشرعية الإسلامية، لا، وإنما الاقتصاد الرأسمالي قانونه يقول أن كسبك لك، وحتى إذا مات كثير من الناس جوعا أو مرضا لا يخصك هذا الشيء. ولذا نجد أن البلاد الرأسمالية كأمريكا فيها أناس لهم مليارات من المال، وإلى جانبهم كما قرأت قبل 6 أشهر 500 مليون إنسان في العالم في حالة جوع دائم.
هذه الأيام أنتم صائمون والحمد لله رب العالمين وتعرفون ما معنى الجوع. في غالب الأيام الحمد لله نحن الله تفضل علينا بغفرة الأكل والشرب وما أشبه، لكن تصوروا 500 مليون إنسان بين رجل وامرأة وشيخ طاعن في السن وبين طفل وامرأة عجوز، 500 مليون من هذا القبيل في العالم حسب إحصاء منظمة يونسكو للأغذية، هؤلاء لا يعرفون للشبع معنى. ولذا قرأت في تقرير أن 125 من أولاد كل العالم يموتون لنقص في الغذاء، لأن في الحقيقة كما أن الشبع الزائد يضر، الجوع الزائد أيضا يضر. وإذا راجعتم إلى قائمة الأطباء يقولون أن الإنسان الذي يجوع ويجوع 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 هذا يبتلى بفقر الدم، وفقر الدم مرض يسبب إنهاك جميع القوى. وهذا يبتلى بمرض ألم المعدة وقرحة المعدة، وهذا يسبب له الضعف في المخ وفي القلب وفي الكبد وفي الكلية وفي كل الأجهزة، هذا شيء واضح وبديهي. ولذا في الإسلام منع عن صوم الدهر، يعني إنسان يصوم دائما هذا ممنوع منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أصوم بعضا وأشبع بعضا. والإمام أمير المؤمنين كذلك، والإمام الحسن كذلك، والإمام الحسين كذلك، وعلى هذا المعدل إلى آخر القائمة المعروفة. الاقتصاد الرأسمالي عليه نقطة ضعف. النقطة الأولى الإفراط في كيفية تحصيل المال من الطرق الصحيحة أو الطرق الملتوية، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم ملاحظة الفقر والفقير والحاجة والمحتاج، هذا مجمل عن الاقتصاد الرأسمالي مفهوما ونقطة ضعف. نأتي إلى الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي الشرقي، ولعلم الإخوان هذان الاقتصادان كانا منذ اليونان القديمة، ليس شيئين حادثين في زماننا. في يونان القديمة أيضا كان اقتصاديون يدعون إلى الرأسمالية بمعنى الكلمة، وقسم كانوا يدعون إلى الشيوعية، والشيوعيين كان رئيسهم رجل يسمى أبيقور من الفلاسفة اليونانيين القدامى، وأتباعه يسمون بالكلابيين ويسمون بالأبيقوريين. أبيقور اسمه. ولماذا سمي بالكلابيين؟ لأن هؤلاء كانوا يرون المال مشاعا، فإذا وجدوا مالا أو سفرة ممدودة أو مطعما مفتوحا هاجموا المطعم والمال والسفرة الممدودة وأكلوا ما شاءوا وأخذوا ما شاءوا، مثل الهيبيين الآن نوعا ما الذين في الغرب وما أشبه. شلون هذول على الاصطلاح ما عندهم قيود وتقيدات؟ هؤلاء كانوا الأبيقوريين هكذا في يونان القديمة. ولذا سموا بالكلابيين لأن الناس كانوا يضربونهم بالحجارة ويضربونهم بالعظم كما تضرب الكلاب. نأتي إلى الاقتصاد الشيوعي. الاقتصاد الشيوعي ما هو وما نقاط ضعفه؟ الاقتصاد الشيوعي يقول: أنت أيها التاجر وأيها العامل وأيها المهندس وأيها الطبيب وأيها الكاسب لا تملك أي شيء،
الدار للحكومة، الدكان للحكومة، السيارة للحكومة، المصنع للحكومة، المعمل للحكومة، التراكتور للحكومة، حتى أنت لا تملك زوجتك وزوجتك لا تملكك. وإني أرجو من الإخوان الشباب المثقفين أن يرجعوا إلى كتاب النبي الأول للشيوعية الحاضرة وهو ماركس، وكتاب لنبيهم الثاني وهو إنجلز. ماركس وإنجلز، وإذا أردتم أن تروا تصويرهما تجدون تصويرهما في ملحق المنجد للآداب والعلوم. هذان رجلان يهوديان كان يسكنان إنجلترا قبل 100 سنة تقريبا أو 80 سنة تقريبا، وهذان بضميمة أحدهما إلى الآخر كتب كتابا اسم الكتاب البيان الشيوعي. في هذا الكتاب ذكروا كل الخطوط العريضة الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والسياسية والعقائدية والأخلاقية للمنهاج الشيوعي. في هذا الكتاب يقول حتى أن أي إنسان لا يملك زوجة العقد باطل، وإنما لكل إنسان أن يزني بأية امرأة شاء، كما أن أية امرأة شاءت لها أن تزني بأي رجل. هذا هو الاقتصاد الشيوعي. فالاقتصاد الشيوعي يقول لا يملك إنسان شيئا، حتى الدجاجة الواحدة وحتى الحمام الواحد، وإنما كل الأموال للدولة والناس أولاد الدولة، وإذا زنى بعضهم مع بعض وأنجبوا أولادا فالأولاد إلى دار الرضاعة، لا أب ولا أم ولا عائلة ولا ملك ولا سلطة ولا أي شيء من هذا القبيل. هذا هو الاقتصاد الشيوعي حسب ما يذكره علماء الشيوعية وفلاسفتها في كتبهم، وحسب ما طبقها تلميذ ماركس وإنجلز وهو لينين في بلاد موسكو وما جاورها في قصة معروفة كلكم عالمون بها. هذا هو الاقتصاد الشيوعي. ما هي نقطة الضعف على هذا الاقتصاد؟ نقطة الضعف على هذا الاقتصاد أنه سرقة، يعني أنت تشتغل والدولة تسرق. لماذا أنت تشتغل وحاصل زرعك وضرعك وعملك للدولة؟ يقول إنك تشتغل من الصباح إلى الليل وتكتسب 5 دنانير مثلا، دينار يكفيك لأكلك وشربك، أما 4 الباقية للدولة. المهندس يشتغل وإن عمله يعادل كل يوم 100 دينار، وأكله ولباسه دينار، 99 دينار للدولة ودينار لهذا المهندس. فالاقتصاد الشيوعي نقطة ضعفه أنه نوع من السرقة، لكن الدولة هي السارقة. أحيانا زيد يأتي إلى دكانك ويسرق دينارا، هذا سارق صغير، وأحيانا الدولة تستولي على 250 مليون إنسان كما في الاتحاد السوفيتي، أو على 850 مليون إنسان كما في الصين الشعبية كما يعبرون. هذه الدولة تستنفذ كل أموال الجماهير أرضا ودارا ودكانا وسيارة وعملا وفكرا وكل شيء، ليس لك أبدا، لا للرجل ولا للمرأة. هذا هو الاقتصاد الشيوعي.
ولو أن الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية يدعون نحن لم نتمكن بعد من تطبيق هذا الاقتصاد كاملا، لكن منهجهم هذا وطبقه لينين وطبقه ما وطبقه غيرهما في بعض البلاد الأخرى. جينا إلى الاقتصاد القسم الثالث وهو الاقتصاد الاشتراكي. قسم من الشباب يظنون أن الاشتراكية هي الشيوعية والشيوعية هي الاشتراكية. لا، الشيوعية مفهوم والاشتراكية مفهوم آخر. الاقتصاد الاشتراكي مثل اقتصاد بريطانيا، بريطانيا دولة اشتراكية، أو العراق دولة اشتراكية، أو مصر دولة اشتراكية. هؤلاء الاشتراكيون ماذا يقولون؟ مجمل كلامهم يقولون منابع الثروة العامة للدولة، أما الأملاك الشخصية الصغيرة والتجارات الصغيرة فللشعب. تفصيل، يعني يأخذون قسما من الاشتراك الرأسمالي من الاقتصاد الرأسمالي وقسما من الاقتصاد الشيوعي. يقول منابع الثروة العامة للدولة: المطارات، القطارات، الطائرات، المواصلات العامة، المناجم، المخازن العامة، المواني، البحار، الغابات وما أشبه هذه للدولة، لا حق لأحد فيها. وإنما أنت تاجر لا بأس، أنت كاسب لا بأس، أنت لك دار وزوجة وبستان ومزرعة لا بأس. يفصل تفصيل بين موارد الثروة العامة فهي للدولة، بينما الرأسمالية يقول لا للأفراد. مثلا الآن إذا ذهبت إلى اليابان تشوف مطار لتاجر، قطار لكاسب، منجم فاحم لتاجر أو لشركة. وكذلك إذا ذهبت إلى أمريكا، أمريكا ويابان وألمانيا الغربية زعماء الاقتصاد الرأسمالي يقولون لا، أي مال لأي إنسان لا بأس. الاقتصاد الاشتراكي في بريطانيا ماكو هذا الشيء، كل منبع للثروة العامة من مطار وقطار ومواصلات وبحار وسيف البحر وأنهر وما أشبه هذه للدولة. وأما للأفراد والتجار والشركات والكسبة الأشياء الصغيرة، الفنادق، الدور، القصور، الحدائق، المزارع، البساتين، هذه تكون لمن؟ هذه تكون للأفراد والتجار والشركات. هذا الاقتصاد ماذا عليه؟ هذا الاقتصاد عليه إشكالان ونقطة ضعف المأخوذتان من الرأسمالية ومن الشيوعية. أما أنه إشكال الرأسماليين نفس الشيء، لندن أيضا يقول اقتصاده لك أن تفتح المبغى والمخمر والمقمر وما أشبه وحصل المال من أي وسيلة ضارة أو غير ضارة. فهذا أيضا الاقتصاد الاشتراكي يشترك مع الاقتصاد الرأسمالي في أن الاقتصاد لا يهتم بمورد المال بالنسبة إلى التجار والشركات. وثم نقطة ضعف اقتصاد الشيوعي أيضا فيها موجودة، هذه النقطة شنو؟ النقطة السرقة. يعني يقول الاقتصاد هذا مثلا أنك ذهبت واكتشفت منجما فورا الدولة تستولي عليه، على هذا المنجم. يقول هذا مورد ثروة عامة، ومورد الثروة العامة ليس لك أنت أيها الفرد، أنا اكتشفته، أنا تعبته، في ملكي ظهر. يقول لا أبدا، وإنما هذا للدولة. هذه موجز الأقسام الثلاثة للاقتصادات المعاصرة: الاقتصاد الرأسمالي
مفهومه ونقطة ضعفه، الاقتصاد الشيوعي مفهومه ونقطة ضعفه، الاقتصاد الاشتراكي مفهومه ونقطة ضعفه. ونأتي إلى القسم الرابع من الاقتصاد وهو الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي يقول إنك لك الحق في أن تحصل المال أي مقدار، لكن بشرط أن لا يكون من طرق حرام، لا يكون من ربا، لا يكون من غش، لا يكون من احتكار، لا يكون من مخمر، لا يكون من مقمر، لا يكون من ملهى، لا يكون من مبغى، وإلى آخر القائمة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الإسلام يقول إذا حصلت على هذا الاقتصاد فلك كل مالك، لكن على شرط أن لا يكون إلى جانبك حاجة ومحتاج وفقير ومريض وأرملة. ولذا إذا تجدون أن هذه الجواعة في العالم أين وجدوا ومن أي وقت وجدوا؟ من وقت أن المال قال لي والفقراء والمحتاجين إلى الجحيم. لذا في الآية الكريمة تجدون الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وإلى آخر الآية المباركة. ويقول رسول الإسلام ما آمن بمن بات شبعان وجاره جائع. قسم من الناس يصورون هذا فرد نقطة صغيرة، يعني أنا في بيتي شبعان وعندي جاري في بيت آخر جائع فأنا ما آمنت برسول الإسلام. لا، هذا الحديث أوسع من هذا. يريد أن يقول، يريد أن يقول لا يكن في العالم فقراء لا يجدون قوتا، ومرضى لا يجدون دواء، ومحتاجين لا يجدون حاجتهم، وفي العالم رأس مال طاغ. هذا لا يكون، مو يعني قصة صغيرة أنا وزيد الجار ومحمد وعمر الصديق. لا، الإسلام قواعد عامة كلية ذكرها الإسلام ورسول الإسلام وطبقها المسلمون في أيام كانوا يطبقون الإسلام. إذن فالاقتصاد الإسلامي له ميزتان. الميزة الأولى، المال لك مهما اكتسبت، بحراً براً منجماً طائرة مطاراً، لك الحق منابع الثروة العامة أو الخاصة. لكن شرطان، الشرط الأول أن لا تفرغ وأن لا تفسد وأن لا تفسد، وهذا الشرط لا يقوله الرأسمالية. الشرط الثاني أن لا يكون إلى جانبك فقير. يجب أن ينظم المال تنظيما موجها ويوجهه الدولة حتى لا تبقى حاجة ولا محتاج. هذه هي الخطوط العامة لهذه الأقسام الأربعة من الاقتصاد. وفي الحقيقة كل اقتصاد يختلف عن الاقتصاد الآخر بمزايا. ثم نأتي بعد ذلك إلى موضوع ثاني. الموضوع الثاني أن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي، وعلى الأغلب الاقتصاد الشيوعي، سحب معه مشكلتين آخرتين، وهذه المشكلتين الآخرتين ظهرت في كثير من البلاد النامية وغير النامية. ما هما المشكلتان؟ وقد رافقناهما نحن في زمان عبد الكريم قاسم وفي زمان عبد السلام عارف. المشكلة الأولى مشكلة الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي شنو معناه؟ وما هو نقطة الإسلام عليه؟ الإصلاح الزراعي يقول مثلاً إن هناك في البلد 100 إنسان لهم مزارع واسعة. هذه
هذه المزارع الواسعة لإصلاح الزراعة يأتي ويستولي على مزارع هؤلاء الواسعة ويقسمها، وهذا الشيء لما لم يكن قابلا للتطبيق قتل ستالين في سبيل هذا الشيء كما يذكره المودودي في كتابه، قتل في سبيل تطبيق نظام المزارع الجماعية، والذي سماه بالإصلاح الزراعي قتل 5 ملايين إنسان. يعني هذا القانون طبق في روسيا بقتل 5 ملايين إنسان، ومع ذلك زعماء الشيوعية يعترفوا في كتبهم وراجعوا كتبهم، قالوا أن الزراعة في عهد القياصرة وهي عهد ما قبل الشيوعية كانت أفضل من الزراعة في عهد الشيوعية، هم يعترفون وزعماؤهم. والشيء الثاني والذي تجدونه الآن في الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات والتلفزيونات، وإلى الآن وقد مر على عمر الاتحاد السوفيتي 61 سنة، لأن الاتحاد السوفيتي الشيوعية في سنة 17 ثورة لينين في أكتوبر، الآن 61 سنة الإصلاح الزراعي فشل عندهم مع قدرة الدولة الهائلة، فشلا عجيبا، حتى أنكم تقرؤون في الصحف أنهم يتكففون الحنطة والشعيرة من بلاد الرأسمالية وأمريكا. يعني إصلاح زراعيهم لم ينجح. أما هذا الإصلاح الزراعي، ما هو النقطة عليه؟ النقطة على إصلاح الزراعي أنه نقول نحن للدعاة للإصلاح الزراعية: لماذا أنتم تستولون على زراعات هذا التاجر وهذا الكاسب وهذا المقتدر والثري، وعندكم أراضي بائرة هائلة هائلة، أوض ما تأخذون من يد هذا الرجل المزارع أرضه وتقسمونها بين الفلاحين؟ أراضي بلادكم البائرة خذوها وأصلحوها وفزعوها على الفلاحين واجعلوا التراكتورات وما أشبه فيها حتى تكون كل أراضيكم مزروعة. ولماذا أنك تجد دينارا في جيب صديقك تسرقه؟ أنك أيضا اذهب واشتغل وحصل دينارا. كما أن الإسلام طبق هذا الشيء، الإسلام لما أخذ بزمام الحكم في قصة طويلة لا أريد بيانها الآن، جعل كل الأراضي مزروعة، كل الأراضي. وهذا العراق التي تشاهدونها أنتم، راجعوا التاريخ وأقول لكم أين راجعوا. الشيخ المرتضى الأنصاري من أكبر علمائنا قبل قرن يذكر في كتابه المكاسب في باب الأرض، يقول: في العراق في زمان الإسلام لم يوجد حتى جريب من الأرض بدون زراعة، حتى جريب. وهذا يذكره الشيخ المرتضى قبل 100 سنة، ويذكره العلامة الحلي قبل 700 سنة، ويذكره شيخ الطائفة قبل 1000 سنة. كلهم متفقون على هذا الشيء، وكل التواريخ متفقة على هذا الشيء. الإسلام كان يأتي ويرى أن زيدا زرع 100 فدان، لك هذا الشيء، وهناك 100 فدان بائر يأتي بالعمال والفلاحين، ويصرف الدولة في الوسائل القديمة فيقسم هذه الأرض البائرة بين هؤلاء الفلاحين فيزرع، مو أنه يأتي ويأخذ من كيسك ويعطي للفلاح. لماذا؟
أنا اكتسبته، أنا زرعته. حتى ذات مرة في العراق أنا بحثت مع رجل كبير من الإصلاح الزراعيين كبير جدا، قال لي لأن هذا الإنسان سارق فنحن نأخذ منه. قلت له قدمه للمحاكمة وأثبت أنه سرق أراضي الناس ثم خذ منه. أما أنه فجأة كما رأينا في العراق في زمان عبد الكريم قاسم، وإذا بخطاب من عبد الكريم حول الإصلاح الزراعي أو على الأصح ما أسماه الإصلاح الزراعي، وإذا عشرات الألوف من الشرطة والمباحث والأمن تفرقوا في أراضي العراق وألقوا القبض على كل أصحاب الأراضي وإيداعهم في السجون وتوزيع أراضيهم إلى من؟ إلى الفلاحين. مثل أنه إحنا قاعدين هنا ولنا ديوانية وزولية ومصباح، وإذا شرط يدخلون هنا ويأخذوننا ويودعوننا السجون ويوزعون على الفقراء زوليتنا ومروحتنا وتلفوننا. قسم من السرقة، لكن سرقة يحميها القانون لا أكثر ولا أقل. هذه مشكلة الإصلاح الزراعي، ولا نتكلم نحن عن النظر الإسلامية. ورأيتم أننا ما انطلقنا من منطلق إسلامي وأن الإسلام يحرم أو لا يحرم، وإنما انطلقنا من منطلق واقعي عقلاني في الموضوع، ومنطلق القرينة والمقارنة انطلقنا، مو عن منطلق إسلامي أنه حرام أو حلال، لا أبدا. هاي مشكلة الإصلاح الزراعي. ومشكلة ثانية، جره الاقتصاد الشيوعي إلى البلاد النامية على الأغلب، هي مشكلة إشراك العمال مع أصحاب المعامل. يعني شنو؟ يعني أني اكتسبت واجتهدت وخمسين سنة عملت في البر والبحر حتى حصلت على مليون دينار، وبهذا المليون أردت خدمة بلدي ووطني وأقربائي وأصدقائي ومواطني، اشتريت به معمل ألمنيوم مثلا، وجئت بعشرين من الشباب الفلاحين العاملين حتى يشتغلوا في معملي، وكل واحد يشتغل في قبال شهرية 200 دينار و 250 دينار. تتدخل الحكومة بالنسبة إلى البند الثاني ويقول لي يا محمد شرك هؤلاء العمال معك في الأرباح. لماذا أشرك؟ إني تعبت 50 سنة وذهبت إلى البحر والبر، وهذا العامل عمره 20 سنة، خل هو يشتغل ويصير عمره 50 سنة هو يملك مليون دينار. لا، يقول أبدا، شرك معك في معملك. مثل أنك بنيت دارا بأتعاب ونصب وسهر، ولما أردت أن تجلس في الدار وإذا جاء إنسان قوي وبيده السلاح، خل هذا الفقير هم معك. لماذا أنا أخلي؟ أنت دولة وأنت تملك وأنت مكلف بالفقير، وخل الفقير هو يكتسب ويشتغل كما أن اكتسبت واشتغلت ووصل. يقول لا أبدا، شرك. ونتيجة إشراك العمال في المعامل ونتيجة إصلاح الزراعي ما رأيتم حدث في مصر وفي غير مصر، تحطيم الاقتصاد كاملا. حطم الاقتصاد، وله فلسفة طويلة، ما علينا بالفلسفة الآن، وإنما أنا أريد الإلماع إلى رؤوس الأقلام، ولماذا أن الإسلام لا يقول بالإصلاح الزراعي، ولماذا أن الإسلام لا يقول بإشراك العامل مع رب العمل، ولماذا الإسلام لا يقول بالاقتصاد الرأسمالي ولا بالاقتصاد الشيوعي ولا بالاقتصاد الاشتراكي. لماذا؟ من المنطلق العقلي أتكلم، مو من المنطلق الفقهي والروائي والآيي. يعني آيات القرآن لا، ما جانا نتكلم عن هذا المنطلق.
لذا الإسلام لم يعترف بهذه الأمور الخمسة للاقتصاد الرأسمالي بالمعنى الذي ذكرناه، ولا الاقتصاد الشيوعي، ولا الاقتصاد الاشتراكي، ولا الإصلاح الزراعي، ولا تشريك العمال مع رب العمل وصاحب المعمل. الإسلام لا يعترف بأي من هذا، لأن الإسلام دين عقلاني ويقيس بالعقل، وكل شيء يطابق العقل يقوله الإسلام، لأن الإسلام دين العقلاء. أفلا تعقلون؟ أفلا تفكرون؟ لكن في الحقيقة ابتليت قسم من البلاد الإسلامية بالقوة مو بالمنطق. أكو كتاب جميل أوصي الشباب بقراءته، في الحقيقة هذا كتاب ينفع من الأمير إلى كناس البلدية، وكناس البلدية أيضا محترمة، كل كاسب محترم. إني لا أريد الإهانة إلى أحد أبدا في كلامي، وإنما أنا أريد في سلم التدرج الاجتماعي أقول من الأمير إلى كناس البلدية. هذا الكتاب في الحقيقة مع العلم أنه ألف قبل 2000 سنة، مع ذلك هذا الكتاب مفعوله جار إلى اليوم، وأنا أظن أن مفعوله يجري إلى بعد 1000000 سنة. الكتاب المشهور والمترجم بعدة لغات كليلة والدمنة. هذا الكتاب وضع نصائح لكن في قالب كلمات الحيوانات، فهو كتاب جميل في نفس الوقت، وهو كتاب وعظ وإرشاد وتوجيه في نفس الوقت. ينقل هناك قصة، يقول إن أسدا وثعلبا وذئبا جاءوا في الغابة، فذهبوا للاصطياد، ومن حسن الحظ أنهم صادوا حمار وحش وشاة وأرنب. جاءوا، قال الأسد للذئب كيف التقسيم؟ الذئب قال التقسيم واضح، الحمار لك. حمار الوحش كبير ويسمى بالعربية الفصحى بالزرد، وتصويره موجود في المنجد، راجعوا شوفوا، وفي كتب الحيوان. الحمار لك والشاة لي، ذئب، والأرنب للثعلب، كل بمقدار حجمه. فغضب الأسد من هذا وضرب بيده على رأس الذئب وقتله. تقسيم هذا؟ فتوجه الأسد إلى الثعلب وقال كيف التقسيم؟ قال مولانا التقسيم واضح، الخروف لريوقك، ريوق صبح، والحمار لغذائك، والأرنب لعشائك. تقسيم واضح. توجه إليه الأسد وقال من أين تعلمت هذه العدالة الرائعة؟ قال تعلمتها من جثة الذئب المقتولة. هاي قصة، لكن كلامنا أحيانا الكلام في المنطق، هذا مالك في المنطق، هذا مالي في المنطق، هذه الدار لك منطقيا، وهذه الدار لي منطقيا، وهذه المرأة زوجتك ولا حق لي أن أتعدى عليها، وهذه المرأة زوجتي ولا حق لك أن تتعدى عليها. الإسلام من ألفه إلى يائه بالمنطق. في الحقيقة أكو عالمين، أحد العلماء من علماء السنة وأحد العلماء من علماء الشيعة. العالم السني اسمه عبد العزيز الدهلوي قبل 100 سنة،
والعالم الشيعي اسمه ملا عبد الله أيضا قبل 150 سنة تقريبا. هذين العالمين أحدهما في الهند عبد العزيز الدهلوي، والعالم الثاني ملا عبد الله في إيران. هذين العالمين ألفا كتابين في زمانهما قبل 150 سنة وقبل 100 سنة، ألف كتابين واستدل في كتابيهما، ومن الواضح أن أحدهما لم يرى الآخر خصوصا في الأسفار القديمة والسابقة، وكل واحد منهما ألف في كتابه الأدلة العقلية للأحكام الإسلامية من ألفه إلى يائه. هذه العالمين يعني أن في الإسلام كل حكم من صغيرة أو كبيرة عقلي 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 100 مرة عقلي، كل حكم، مو بس بالنسبة إلى الاقتصاد أو الإصلاح الزراعي، حتى الحكم الصغير الصغير. أكو كتاب اسمه الكتاب الإسلام في عصر الفضاء، في هذا الكتاب أنا رأيت هذا الشيء، يقول إن إنسانا كان مبتلى بالصداع الكبير، كلما عالج ما فات، أخيرا راح إلى ألمانيا الغربية، في ألمانيا الغربية كل معالجة لم تنجح، وأخيرا من الصداع الشديد مات، لأن الصداع والعياذ بالله إذا اشتد واشتد واشتد يميت الإنسان، كل وجع إذا اشتد على شأنه، في قصة طبية. يقول الدكتور البروفيسور المباشر لمعالجة هذا الرجل، البروفيسور المباشر استأذن من المستشفى أن يشرح رأس هذا الرجل ويرى ما في رأسه من مرض حتى يكتشف المرض لمريض إنسان. اكتشف رأسه، شال الرأس جمجمة وراء المخ، رأى أن في المخ أي عيب وخلل موجود يسبب هذا الشيء. فحص 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 بدقة متناهية حتى وجد في مقدمة المخ هنا فوق الدماغ هنا وجد ميكروبات صغيرة إلى أبعد الحدود. هذه الميكروبات تسمى فوتون. أكو عندنا ميكروب لعلم الشباب، وعدنا فيروس، وعدنا فوتون، ثلاث أقسام. يقول العلماء، علماء الطب يقولون الميكروب لنفرضه كرة للعب في الكبر، لنفرض الميكروب في كبره كرة، كرة السلة والكرات المعروفة. يقولون الفيروس أصغر من الميكروب بمقدار برتقالة إلى جنب الكرة، يعني الميكروب كرة، الفيروس شنو؟ أصغر من الميكروب بمقدار برتقالة صارت. ونأتي إلى فوتون الأصغر، يقول فوتون نسبته إلى الفيروس كنسبة دخنة إلى برتقالة، يعني شكو درس صار صغير؟ فوتون، دخنة، فيروس، برتقالة، ميكروب، كرة. هذا الطبيب لما فحص وجد أن هناك فوتونات صغيرة بهذه الصغر في مقدمة مخ هذا الرجل، في مقدمة مخي هذا موجود. جاء بالمحاليل المختلفة المركبات وأخذ يجعل كل محلول ومركب على هذه الميكروبات حتى يرى أنه يقتلها أو لا يقتلها. لا يقتلها الفوتونات الصغيرة والذي نعبر عنها بالميكروب إحنا، ولو هي أصغر من الميكروب ومن الفيروس، الأصغر من الميكروب ما قتلها، الأول الثاني الثالث أي محلول ما قتلها. تعجب والمرض من هذني وهذا الوجع الأليم من هذني، تعجب ماذا يصنع؟ جرب تجارب
ما انتهى الى نتيجة. اخيرا فريديون كان يجرب، كان محله حار، عرق جسمه، ذهب وغسل وجهه، وجاء وجه مغسول، اراد ان يجرب قطرة من الماء وقع على فوتون، واذا فورا يموت. الطبيب قال: إني الآن علمت لأن محمدا لماذا أمر بالاستنشاق صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رسول الإسلام. قال: الآن علمت لماذا رسول الإسلام أمر بالاستنشاق. مستحب هذا، مو واجب، لأن من المستحب قبل أن تتوضأ ثلاثة أشياء: تغسل يديك إلى الزندين ثلاث مرات، تنتشق ثلاث مرات استنشاق، تجر الماء إلى فوق ثلاث مرات، تمضمض. هذا مستحب شرعا. لاحظوا أن هذا الحكم الصغير في الإسلام، الصغير له فلسفة وحكمة، فكيف بالأحكام الكبيرة والتي خططها الإسلام لإسعاد البشر؟ وليس الحكم من الرسول أو من علي أو من فلان عالم، الحكم من الله. فإذا الله نظم الاقتصاد ونظم التجارة ونظم الزراعة ونظم العمل، يعني لصلاح البشر نظم، مو أنه تلقائيا وعبثيا حتى يأتي مفكر أو دكتور أو ثائر ويقول: لا، الإصلاح الزراعي في بلادنا أحسن. عبد الكريم قاسم رجل ضابط ثار، لا أكثر ولا أقل، وليس له حتى الثقافة الابتدائية الكاملة. هل بإمكانه أن يضع قانون أمام قانون الله في الإصلاح الزراعي في العالم؟ أو بالنسبة إلى الاشتراكية أو الاقتصاد الشيوعي أو ما أشبه؟ فيجب أن يكون لعلم شبابنا أن الخطة الاقتصادية التي جعلها الإسلام في جميع بنودها أفضل خطة، مو لأنها نازلة من السماء نقول هذا الشيء، وإنما نقول هذا الشيء لأننا بعقولنا أدركنا أنه أحسن، وكما ذكرنا لكم. وإني أرجو الشباب بصورة خاصة بالحقيقة أن يطالعوا هذه الكتب، مو يكتفوا بالاستماع مني أو من خطيب أو ما أشبه، لا لا، طالعوا الاقتصاد الإسلامي، طالعوا الاقتصاد الرأسمالي، طالعوا الاقتصاد الشيوعي، طالعوا الإصلاح الزراعي الإسلامي، طالعوا الإصلاح الزراعي في غير الإسلام، طالعوا كيفية تنظيم المعاملة بين العامل ورب العمل أو المالك أو صاحب المعمل، حتى أن عقولكم بنفسها تدرك ثوابية الخطة الإسلامية. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.